قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. يقول: الطاعة لله والعبادة لله، لأنه هو الخالق وهو المنعم. يقول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ألم تروا أيها الناس رؤية فكرية وبصرية، يعني رؤية بصر تعملون فيها أفكاركم، تفهموا شيئا من هذه الرؤية. ألم تروا أن الله سخر لكم، ذلل لكم جميع ما في السماوات من الشمس والنجوم والقمر والأمطار التي تنزل من السماء وما فيها من منافع لكم أيها الناس، كالجمال، جمال السماء والضوء، وسخر لكم ما في الأرض من الدواب والمخلوقات. تسخير السماء، الشمس لوحدها ذكرنا مرارا، نور الشمس يسبب أو يجعل، جعل الله فيه معامل كيميائية عظيمة بواسطة اليخضور في النباتات الخضراء، تأخذ أوراق الأشجار الخضراء تأخذ من الهواء CO2 أي غاز الفحم، فتخلصه، تأخذ الفحم وتطلق الأكسجين. والإنسان والحيوانات الأخرى بيتنفسوا الأكسجين ويخرجون غاز الفحم نتيجة الاحتراق في الجسم. فإذا النباتات رئة البشرية وعالم الحيوان، الرئة التي تتفاعل وتنقي له الجو بقدرة قادر الذي جعلها بواسطة أشعة الشمس. فسخر الشمس لكم تعطيكم الضوء وتعطيكم الدفء وتعطيكم الراحة وتعطيكم بإشعاعاتها التي يعلمها الأطباء القدرة على تثبيت العظام في أجسامكم وفي أجسام الحيوانات. هذا من الذي سخره لكم؟ الحاكم الفلاني حتى تطيعونه في الباطل لتحققوا بعض المصالح الدنيوية على حساب الآخرين؟ لا، الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في الأرض سخر لكم الحيوانات، سخر لكم النباتات، الأرض تنبت لكم من جميع أنواع الثمار بقدرة الله تبارك وتعالى. في الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب تسقى بماء واحد، كلها بنزل عليها ماء المطر. هذه تخرج لك تفاح، وهذه تخرج لك رمان، وهذه تخرج لك تمر، وهذه تخرج لك ثمار، وهذه تخرج لك حب، كلها تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. حتى الرمان والتفاح، هذه تفاح حلو، هذه تفاح هامر، هذا رمان حلو، هذا رمان هامر دهلو، مثل ما كانوا يقولون في بعض الأعاجم. فكل هذا من الذي سخره لك أيها الإنسان؟ اسأل نفسك وفكر، ألم تروا؟ يعني رؤية بصرية فكرية، الله هو الذي سخر كل ذلك. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وسع، أسبغ يعني وسع وعمم نعمه الكثيرة أيها الناس. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الطعام، نعمة هضم الأكل. من الذي يهضمه؟
عندما تنزل اللقمة إلى المعدة، من الذي يرسل الغدد التي تفرز أشياء خاصة في هذه المواد التي أكلتها أيها الإنسان؟ الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لك ذلك وأسبغ عليك هذه النعم الكثيرة. وفي نعم باطنة، بحيث أن القلب عندما يعي ويفهم ويتوجه إلى الله فهذه نعمة عظيمة. ولذلك أعظم نعمة على المؤمن إذا كان مؤمن حق هي نعمة الإيمان، لأنه عرف الخالق وعرف ربه فتوجه إلى ربه ولم يتخذ أربابا من دون الله. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذه من أعظم النعم الباطنة للإنسان. ومن الناس مع كل هذا الذي يظهر للإنسان، النعم الظاهرة والنعم الباطنة وتسخير كل ما في الكون للإنسان، والإنسان لو فكر يعلم ذلك، كل إنسان المسلم والكافر، مع كل هذا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما معنى يجادل في الله؟ يقول لك ما في الله؟ لا، ما في حد يقول ما في الله، حتى لو كان يقول ما في الله بيعرف أنه في الله، الله الخالق. وذكرت مرارا عندما كنت في الطائرة وخرت الطائرة وكان واحد يقول ما في الله، مشان جاره ما يقول له حرام وحلال والله وطيع الله، أقول له ما في الله خير. لما هوت الطائرة صار يصيح يا الله، قام أكثر الناس رفع صوته وقف على رجليه وصيح يا الله. وين جاء الله هذا؟ هو يعلم في قرارة نفسه، كل مخلوق المؤمن والكافر يعلم أن الله هو المتصرف، أن هناك سلطة خلقت الكائنات ولا تتصرف بها. إذن في أي شيء يجادل؟ في أي شيء يجادلون؟ ومن الناس من يجادل في الله، يعني في توحيد الله، ما بده يطيع الله، بده يطيعه له بشكل مباشر أو عن طريق إلهه، بده يقدم تقديمات وادعو للزعيم الفلاني وقدسوا الزعيم الفلاني وحطوا صور الزعيم الفلاني وحطوا أصنامه في الطرقات حتى الناس تخضع له. لماذا يدعو لهذا الزعيم الفلاني؟ لأنه هو بشاركه وصل إلى أغراضه ومصالحه من وراء الزعيم الفلاني. من وراء الزعيم الفلاني كانوا أناس يبيعون بناتهم، وإن كان هذا ما بجوز الشرع، كانوا يلمون أعقاب السجائر ولفوها حتى يشربوا سيجارة، شحادين، صاروا مليونيرية، امتصوا دماء الناس، لأن هذا الصنم الفلاني المعبود الفلاني عندما تصنع الفواكه في سوريا متوفرة يمنع يسمح بالاستيراد فبرتفع سعره. عندما تبدأ الثمار، يعني الثمار السقيطة بسموها، تتوقف تسقط وتهر حتى الناس يشتروها، يمنع دخول الفواكه من هذا النوع إلى هذه البلد، فهذول يبيعوا فواكههم. وضعوا يد على كذا، وضعوا يد على كذا، شاركوا التجار. كثير من رجال الأمن في المخابرات بعلمي، هذا مو حد حكى لي ولا أخذته من إذاعة أو من تلفزيون أو من قناة، لا، بعلمي. ورأيت عندما كان استدعوني الأمن التجار يذهبون إلى رجال الأمن ويشاركونهم يسمعونهم. والله هذه أرباحك، أرباحهم إيش؟ يعني ما بدي أعطيه رشوة على رجال شريف، يعطي كذا ألف أرباحه لأنه مشاركه سيروا مصالحه وسيروا كذا، فيمتصون دماء الناس ويمنعون الخير عن الآخرين. فصار عندهم الأموال الكثيرة ومع ذلك ما بقى يشبعوا، بده يشبعوا من دماءنا بذبحونا. هذا هو التسلط. والله لو كان الإنسان في ذرة عقل لعرف أن الخضوع لغير الله هو فعلا ظلم عظيم للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فيه الذلة والمهانة والتسلط عليه، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير خالدا فيها أبدا. فلذلك ربنا يذكرنا من الناس من يجادل في الله، يعني في توحيد الله، بدي أمرك طيع فلان، طيع الله، طيع كذا، فلان سوى انقلاب، إيه؟ بدك طيع الإسلام السياسي؟ لا، نطيع فلان انقلاب، هذا صار عهد جديد، أمر واقع فرضته أمريكا وفرضته عملاء أو أمرتهم يدفعوا الفلوس بالملايين. وما عرفوا هؤلاء البلهاء أنهم انكشفوا أمام العالم الإسلامي كله، أقصد المتفتحون المتفتحين العالم الإسلامي، أنهم فجار كفار يعبدون أمريكا وينفذون أوامرها ضد الإسلام والمسلمين. إذا ما عرفوا فليعرفوا،
وإذا تابوا أصلح الله أعمالهم، وإن لم يتوبوا فملك الموت جاي، سيأتي لنا جميعا، فليهيئوا أنفسهم إلى جهنم وبئس المصير. مهما بغوا في الأرض وفسدوا مآلهم إلى التراب. لذلك هؤلاء الصنف إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هيك الناس ماشي يا أخي أبا عن جد، هذا المجرم الذي يتحكم فينا من زمن أبوه زدت علينا بأندرته بسطار العسكر. لا لا، المسلم لا يطيع ما ألفينا عليه آباءنا. المشركون يطيعون غير الله لأن الناس ماشي كده عادات وتقاليد. لا، نحن لا نمشي على عادات التقاليد، نحن نطيع خالق الكائنات رب الأرض والسماوات، ونتحرر من كل عبودية لغير الله، سواء كان فيها عادات أو تقاليد أو زفلان أو علان أو شمس أو قمر أو تقديس شعار أو غيره. لا أبدا، كل مرفوض إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. لأن الأمر في الحياة الدنيا يا إخواني إما طاعة لله وإما طاعة للشيطان، ما في غيره. عم تطيع الله في كل ما أنزل، أمرك بكذا تفعل، أمرك بكذا تفعل، نهاك عن كذا تنتهي، إذن أنت عبد لله مطيع لله. لا، ما تطيع هذا معناه تطيع الشيطان، شيطان الإنس أو شيطان الجن، ما في فين بين. اللي بيكون بين الإسلام وبين الكفر منافق، يعني ظهر بالإسلام ويبطل الكفر منافق. فربنا لذلك قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان الذي يبعدهم عن الله ويدعوهم إلى طاعة غير الله، متى هدول شياطين الإنس والجن بيقولوا لهم ما بدهم إسلام، ما بدهم إسلام سياسي، مدري إيش، كان إن الحزب الأحسن إيه؟ هذا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. من أراد أن يطيعهم يطيعهم، والله في الدنيا سيدوسهم بسطار العسكر كما كان يدوسهم، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير إلى عذاب السعير. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ماشيين هيك الناس ماشيين، طيب هذول الناس ماشيين من الآباء والأجداد، بصيركم ما بفهموا، لازم مثل ما بقولوا مثل ما سووا تسوي؟ لا، لازم تعمل بما أمر الله وبما شرع الله خالق الكائنات وخالقك وخالق الآباء وخالق الأجداد، فإن أطعته سعدت. ولذلك جاءت الآية التالية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يسلم أي يستسلم لأمر الله وينقاد لحكم الله، لا لحكم العسكر ولا لحكم الطاغوت أيا كان نوعه. من يسلم وجهه إلى الله، يستسلم وينقاد لأمر الله وهو محسن، يعني وهو مخلص. في شرط في الطاعة، الشرط الأول أن تطيع الله بما أمر، أمر أن تعمل كذا وكذا وكذا، تعمل مثل ما أمر، ما تخالف تعمل شيء ثاني. الشرط الثاني أن تعمل ذلك لأن الله أمرك به مخلص وهو محسن، هذا الذي يكون قد تمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أخذ موثقا من الله أن يدخله الجنة ولا يعذبه. وإلى الله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور كلها إلى الله. انتبهوا يا إخوة، يا ناس، يا مسلمون، يا من لستم بمستسلمين لأمر الله، انتبهوا. هل منكم من ينكر أن إلى غير الله عاقبة الأمور؟ عندما يأتي ملك الموت بيد من تكون الأمور؟ بيد الله. في أحد ما بده يجي ملك الموت؟ من استطاع أن ينفذ من ملك الموت يفعل ما يشاء. إذا التفت الساق بالساق صار النزع وجاء ملك الموت، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. بده التقدميه، بده تنفيذ اوامر امريكا ينفذها لانه بخاف منه، هو امير بخاف يروح امارته، بده توجيهات اسرائيل ينفذها بقتل الشعب السوري ولو كان يعني بخاف اذا كان زال الكرسي منه، راح الكرسي ما بقى في كرسي. والله ما في انسان عنده ذره اخلاق في العالم كله يقر ما يفعل هذا الطاغوت في سوريا ابدا. ولكن هناك أعداء في خارج سوريا يسرون بما يفعل، ومن ورائهم اليهود.
ما يفعله الطاغوت يقتلنا مو يقاتلنا، هذا قتل مو قتال. قتال تركونا نشتري أسلحة على كيفنا وندافع عن أنفسنا، هذا قتل. يقتلنا نيابة عن إسرائيل، لأن إسرائيل إذا دخلت لا تفعل مثل ما فعل. تقول لماذا هذا يفعل مثل هذا الفعل؟ لأنه حمار إسرائيل لا يفقه. الحمار تركبه وتمشي بمشي، فإسرائيل تسيره بوسط أمريكا أو غير أمريكا، وهو يفعل ما وينفذ ما تقوله إسرائيل دون أن يدري. يظن نفسه أنه يعمل صالحا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تدمر هؤلاء الظالمين الطواغيت، وأن تنقذ البلاد والعباد منهم في سوريا وفي غير سوريا، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.